ده حاجة حلوة جدا وحاجة كلنا سعداء وكلنا مبسوطين بهذا الأداء الرائع. الحقيقة الأول إذا كان هناك من يستحق التهنئة فأنا بأهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الأداء الرائع الحقيقة، والحاضر الغائب دائما في ألعاب الصالات وفي كل ما يخص النادي الأهلي، الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الله يرحمه، اللي دايما كان متواجد في مثل هذه الأمور، وكالعادة الحقيقة يظل دائما روحه بترفرف حول كل ألعاب الصالات وكل النادي الأهلي خلال هذه الفترة. وإذا كنت بتكلم عن الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الله يرحمه، يعني لازم أهني كابتن محمود الخطيب الحقيقة، لأنه كابتن خطيب في بداية هذه السنة أو بعد نهاية السنة اللي فاتت يا عبد الرحمن، كابتن خطيب عمل حفلة وعزم فيها كل الناس، مجلس إدارة النادي الأهلي عمل حفلة وعزم فيها كل الناس، وأشاد بالدور الكبير اللي قاموا به لاعيبة النادي الأهلي في كل الألعاب، وفي سواء في كرة القدم أو في السلة أو في الطايرة أو في كل الألعاب. ولكن كابتن محمود أنا متذكر هذه الكلمة، كابتن خطيب كان دايما يقول، قالها ثلاث مرات في اللي جاي أصعب، صح؟ دي كلمة تقصد، اللي جاي أصعب، اللي جاي أصعب، اللي جاي أصعب، ثلاث مرات. كلنا بنتذكر هذه الكلمة سواء أنا أو عبد الرحمن، أو لأنه في مثل هذه الانتصارات دائما ما نتذكر الكلمات اللي بتخلينا نصل لهذه الانتصارات، كلمات أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن خطيب وقبلهم جمهور النادي الأهلي. الحقيقة جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيقف خلف فريقه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور. الفريق اللي قدامكم ده خسران الدوري سنتين ورا بعض، ولكن مع وقفة مجلس إدارة محترم في واختيارهم لمدير نشاط رياضي بحجم وقيمة كابتن خالد العوضي، أعتقد أن عندنا مجلس إدارة يستطيع أن يفكر فيما هو أفضل وفيما هو صالح للنادي الأهلي، وده اللي احنا بنشوفه من خلال عودة البطولات. سنتين زي ما عبد الرحمن قال.